هل الحيوانات الرؤية عندهم أحسن من البشر؟ طب هل سألت نفسك سؤال قبل كده؟ إزاي الكلاب أو القطط أو أي حيوان بنربيه في البيت بتشوفنا؟ طب إزاي القطط بتشوف في الضلمة؟ السمك بيشوف إزاي ويختلف إيه عن رؤية البشر؟ وإزاي الرؤية بتبقى تحت المية للأسماك؟ في الفيديو ده هنشرح لك ونوريك كل المعلومات دي بالتفصيل، خليك معانا. البقر ما بيقدرش يشوف الألوان بنفس وضوح الإنسان. المعلومة يمكن ما سمعتهاش قبل كده، ولكن البقر بيشوف الدنيا كلها بدرجات الأحمر البرتقاني. البقر كمان ما بيحبش حد يظهر قدامهم فجأة، وده بسبب إن البقر عينيهم الرؤية فيها بتكون أكبر من الحالة الطبيعية، وده بيخليهم يشوفوك زي العملاق. الحصان بسبب وضع عينيه عنده منطقة عمياء في عينيه زي ما بتشوف في الصورة دي بالظبط، ولو بنت بتجري قدامه ممكن ما ياخدش باله منها لو جت عند مكان منتصف العين. ده غير ان الحصان ما بيشوفش كل الالوان زي البشر او بعض الحيوانات. العالم في نظر الحصان عبارة عن لون رمادي مصفر، عشان كده تخلي بالك جدا لو انت قدام حصان ممكن ما يقدرش يشوفك لو انت قدامه مباشرة. السمك عنده مستقبلات رؤية فوق بنفسجية زي اللي قدامك في الصورة، وكمان بيشوف الصورة بدوران اكبر. السمك بيشوف العالم عبارة عن ألوان فوق بنفسجية زي الأخضر والأحمر والأزرق. أما بالنسبة للسمك اللي بيعيش في الأعماق فهو عنده الرؤية بتبقى أوضح بكتير جدا بسبب وجوده في الأعماق ونقص الضوء وعدم وضوح الرؤية هناك، عشان كده يقدر يشوف المناطق الضلمة اللي انت ممكن تكون محتاج فيها كشاف عشان يدوبك تشوف بامتداد ضوء الكشاف. أما بالنسبة للقروش فهي ما بتتعرفش نهائي على الألوان، ولكنها بتشوف تحت المية بشكل أنقى بكتير عن رؤية البشر. الطيور تقدر تشوف العالم بالألوان الفوق بنفسجية، والفضل ده يرجع لتكوين العين عندهم. الطيور بتقدر إنها تركز على أماكن بعينها عشان تبقى الرؤية واضحة في الأماكن دي. ولو خدنا أمثلة في الطيور المفترسة زي النسور والصقور فتقدر تشوف الفريسة البعيدة جدا عنها لمسافة توصل لكيلو ونص. عشان أديك مثال، لو انت بصيت على الصورة دي هتشوفها كده، ولكن الصقر هيشوفها بالشكل ده، وكأنها عندها قدرة زي الكاميرات انها تقرب الصورة وبشكل اوضح بكتير. الحمام من الطيور اللي عنده قدرة هائلة جدا انه يبص على تفاصيل المكان اللي بيشوف اللي البشر ممكن ما يلاحظهاش غير بعدسة مكبرة. يعني مثلا الصورة دي ممكن بني ادم يشوفها بالشكل ده، ولكن الحمام يقدر يبص على تفاصيل الاسفلت والشروخ اللي فيه، وده بسبب تكوين العين في الحمام اللي بتشتغل زي عدسة مكبرة آلاف المرات عن العدسات اللي بنشوفها أو نعرفها. العصافير بتشوف العالم كله باللون الأحمر الهادي بدون أي تمييز للألوان، وبسبب الموضوع ده العصافير ما بتقدرش تتعرف على لونين الأخضر والأزرق بدرجتهم. أما بالنسبة للحشرات فالذباب عينيه بتحتوي على آلاف المستقبلات الفردية للرؤية، وده بيخلي الذباب يشوف العالم بطريقة أوضح وأعمق بكتير، وكمان بيشوفها بالتصوير البطيء نظرا للمستقبلات الكتيرة جدا اللي موجودة عنده. عشان كده لما بتيجي تهش دبانة بتحس انها بتطير قبل ما تفكر انك تضربها. وبالنسبة للإحساس بالألوان فهي بتشوف العالم كله بالألوان الفوق بنفسجية. أما بالنسبة للنحل فرؤية النحل غير عادية بالمرة. النحل ما بيقدرش يتعرف أبدا على اللون الأحمر، وبيشوف كل الألوان بالنسبة له للأزرق الغامق. الفار رؤيته قد تكون بسيطة وضبابية جدا، ولكن يقدروا يشوفوا العالم بالتصوير البطيء، وده بيخليهم منتبهين جدا لأقل حركة زي الذباب بالظبط. وعندهم في نص عينيهم نقطة عمياء اللي بتخليهم غير منتبهين لأي حاجة تكون مكانها منتصف العينين، ولكن عندهم ميزة قد تكون مش موجودة في أي مخلوق تاني. كل عين تقدر تشوف صورة منفصلة عن العين التانية، يعني الفار يقدر يركز على مكانين منفصلين، وده بيخلي الفار انتباهه أكتر من أي حيوان صغير تاني. أما بالنسبة للقطط فالقطط من الكائنات اللي ما بتقدرش تتعرف على درجات الأحمر والأخضر، والعالم بالنسبة للقطط عبارة عن لون بني مصفر. رؤية القطط بكل أنواعها بتبقى صورتها أعرض من رؤية البشر، وده بيساعد ككائن مفترس إنه يشوف فريسته بشكل أحسن ويطاردها في أي مكان، وكمان ياخد قراراته بشكل أسرع في الحركة. ولو خدت بالك دايما في الضلمة القطط عينيهم بتلمع، وده بسبب تكوين العين الداخلي اللي بيخليه يجمع أقل مصدر للضوء عشان يشوف بيه حتى في الضلمة، وده بيخليه يشوف في الضلمة 6 مرات أحسن من البشر.
الكلاب من المخلوقات اللي ما بتقدرش تتعرف على اللونين الأحمر والبرتقال، ولكنهم يقدروا يشوفوا الأزرق والبنفسجي والألوان فوق البنفسجية بكل وضوح، وده بيخليهم يقدروا يفرقوا عن 40 درجة لنفس اللون، وكده يقدروا يشوفوا أحسن من البشر في اختلاف وجود الدرجات. الضفدع من المخلوقات اللي بتقدر تركز على الحاجات اللي بتتحرك بس، يعني لو الضفدع جعان وفي قدامه فراشة ما بتتحركش فهو مش هيقدر يشوفها وهيموت من الجوع بسبب عدم رؤيتها. الضفدع عنده برنامج فوتوشوب في عينيه اللي بيقدر يعزل بكل سهولة أي حاجة هو مش عايز يشوفها أو يركز فيها زي الظل. الحرباية لو تلاحظ عينيها بتتحرك في مكانين منفصلين، وعشان كده تقدر تشوف بكل عين منفصلة عن التانية وبدوران مختلف كمان. الحرباية عندها رؤية 360 درجة على عكس البشر اللي رؤيتهم قد تقترب من 180 درجة، يعني الحرباية عندها رؤية للدوران الكامل اللي هي قاعدة فيه، عين في الأمام وعين في الخلف. معلوماتنا ما خلصتش، ياريت تشاركنا في الكومنتات عن رؤية الحيوانات، ولو الفيديو عجبك ما تنساش اللايك والشير عشان غيرك يستفيد، واشترك معنا في القناة عشان يجيلك كل جديد. سلام.